انا شخصيا خديت الدجاج ل 50 درهم مع العلم كنا كنلقاو في 87 ب 25 درهم 30 درهم لان كلشي موجود وكان الاثمنه مرتفعه يعني حتى كرسو وكيبيعوا باش بغاو كلشي غالي الزيت غالي العسل غالي كلشي غالي دابا راه في التلفازه راه كيقولوا الاثمنه بان راه رخيصه وين راه ملي كنمشيو للحوانت راه كنلقاو الاثمنه طالعه كاين هادشي اللي قالوا ما كاين منه والو باقي كلشي غالي الجنجلان الصباح ساومتو 900 ريال المواد كلها غاليه باقا لا غلا هاد العام غالي هاد العام غالي غلا 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 هاد العام بزاف كاع ما نقدش بالنساء ما نقدش نشري جنجلان ب 900 وعاد زيد اللوز ما عاد شحال دابا داير وساومت انا عي الجنجلان جا قدامي ساومتو ما نقدش كلشي غالي الزيت غالي العسل غالي كلشي غالي دابا كيفاش غدوز رمضان الله يحسن العوان اللي عنده الوليدات وحاله فقيره الله يحسن عاونو نتنازل ما غنديرش السفوف ما غنديرهمش ما يمكنش الا باقي عاد منا القدام غيرخصوا الله اعلم ما دابا حاليا راه باقي غالي هذاك الشيء ماشي ما كيقولوا هذاك الشيء اللي كيما ما كاينش كاينه داك الشيء المسائل كاينه موجوده ولكن الاثمنه مرتفعه هذا الشيء هو اللي كاين بحال مثلا الحمص في رمضان هو كثير 500 درهم الكيلو الناس فوق الضعفاء البسطاء يعني كيستعملوا الحريره بزاف كيديروا الحمص بزاف يعني ماشي في المستوى كان العدس هو كيدير في الحريره تماما حتى هو غالي شعريه هذوك المسائل هذوك كيديروا في الحريره هذو والثمن ما كاينش شي ثمن نقول لك شي ثمن كاين مناسب كاين كلشي كاين الغلاء كاين غلاء يعني مرتفع جدا اسفه ما تهضرش عليه شوف 60 درهم كنا كنشريو هذاك الجنجلان ب 40 درهم 35 درهم دابا 60 درهم 65 درهم يعني غالي زيد اغلب الناس كنعرف انا بالنسبه لي في الحي ديالي كلهم استغناو على هذاك هذا السفوف هذا كلشي غالي كلشي غالي يعني ما كاينش فين تحط يدك من احتكار ديال السوق انا كان هادشي اللي استوعبت من هذا كل احتكار ديال السوق يعني مراقبه خصها تكون مراقبه على الاثمنه هذه لان كلشي موجود وكان الاثمنه مرتفعه يعني احتكار السوق وكيبيعوا باش بغاو حتى هادشي اللي كاين اما الخير موجود كلشي موجود راه في التلفازه راه كيقولوا الاثمنه بان راه رخيصه وين راه ملي كنمشيو للحوانت راه كنلقاو الاثمنه طالعه بالنسبه للجلجلان راه طالع كلشي راه طالع ما ناخذ يعني نقدر ما ناخذوش يعني راه بالنسبه دابا هي الجنجلان 1200 الجنجلان كنا ناخذو على 600 ولا 1200 شنو غناخذو يعني راه كلشي طالع ما نديروش يعني نقدر الناس مساكن بحال هكا الناس ضعاف راه يقدروا ما يديروش شنو بالك لا بالك يعني بالنسبه كاين اللي عنده الماده غياخذ كاين اللي ما عندوش ما غياخذش الله يجيب تاوي الخير بالنسبه لهذا الموضوع ديال الغلاء وهادشي شي شويه كاين الغلاء في المغرب لانه التكلفه باش الناس يقدوا يسيروا راه شي شويه كاين الغلاء الناس راه ما كيقدوش لانه كنلقاو بزاف د المواد اللي شي شويه غاليين وتزادوا كاين واحد الزياده ماشي طبيعيه كاين شويه زياده في المواد تقريبا كاع جميع المواد لا في المواد حتى في المواد اللي كتكون غير كماليه وكنلقاو الزياده اما الضروريات راه شي شويه زايد ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الامور تقاد والمغرب ديالنا الجميل يرخوا على الناس شي شويه